لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. لما فقد عبد العزيز عسالي عمله في العام 10 و2000 وصار رقما أضيف إلى الذين لالتهم البطالة الزاحفة، فهم أن الأفق المنظور لا يبشر بخير وأن عليه أن يتدبر أمره. الذين فقدوا عملهم قبله يواجهون متاعب لم يتوقعوها يوم بنوا حلمهم الأوروبي، يعلم أن ما سيحصل عليه لن يكفيه للاستجابة لمتطلبات حياته اليومية. مساكين أولئك الذين لهم أسرة وأطفال، كان يرى أنه أحسن حالا من كثيرين، وكان ككثيرين يتمنى ألا تستمر الأزمة طويلا. مشاريع كثيرة توقفت. كان الجو باردا في فبراير من ذاك العام، انتظر حتى يونيو علّه يجد عملا بديلا. كانت حرفته صباغا، قطاع البناء في تراجع سريع ويهدد بشلل تام. مقاولات كثيرة أفلست، وعمال كثيرون لا فرق بين مؤهل وغير ذي مؤهلات صاروا بلا شغل. قرر عبد العزيز أن يغادر برشلونة ويعود إلى أكوراي، قريته القريبة من الحاجب. هناك سيكون أحسن حالا. في حسابه البنكي مبلغ لا يستهان به سيجعله يصمد. لم يعد يحدث ذكرا عن مشروع زواج أثاره ذات مرة قبل عامين مع والدته. أمضى شهر يونيو كاملا في أغوراي، ولما بدأ الحر يزحف على المنطقة عبر عن رغبته في التوجه إلى الجديدة عند صديق له هناك، عاد هو الآخر من إسبانيا بعد أن فقد عمله في مقاولة للصناعات الحديدية. كان الرجل واسمه لحسن زراق قد افتتح في مرآب منزله محلا لبيع الأثاث المستعمل. لم يكن يخفي على صديقه أن العملية تدر دخلا يساعده على مواجهة متطلبات الحياة. يوم حل ضيفا عليه في الجديدة خص له استقبالا يليق بالصداقة المتينة التي تربطهما منذ ما يقرب من 10 أعوام. كان الحسن من رواد مقهى في وسط المدينة. هناك تعرف عبد العزيز على عدد منهم، شباب في مثل عمره، منهم من يعمل موظفا ومنهم من يعاني البطالة، وآخرون يراهنون على فرصة كسب سريع. لا يدري عبد العزيز كيف انتقل الحديث ذاك المساء في ذلك المقهى إلى الحديث عن استخراج الكنوز الدفينة. ابتسم لحسن لما قال أحدهم إنه يعرف فقيها يملك قدرة خارقة على معرفة الأماكن التي دفنت فيها تلك الثروات. استقطب حديثه ذاك كل الانتباه. كان يتحدث بنبرة الواثق الموقن بأن ذاك الشخص الذي كناه الفقيه يستطيع أن ينظر ويحدد المكان بدقة، بل ويباشر عملية استخراج الكنز. ضحك أحدهم فزجره الذي كان يتحدث، وحتى يمنح سندا لما يقول ساق مثالا عن القدرات الخارقة لذلك الفقيه. قال إنه تمكن من استخراج كنز كان مغمورا بمياه شاطئ سيدي بوزيد. بجوار الطاولة التي تحلقوا حولها رجل ابيض رأسه ولحيته، كان يدخن سجائر من التبغ الأسود وينفث من حوله دخانا يرتفع ثم يمضي إلى نافذة بها شباك حديدي. لعله أراد أن يضحك ملء فيه لما سمع ما يزعمه ذاك الذي احتكر الكلام. انتابه سعال، أسرع النادل إليه بكأس ماء. لما هدأ نهض من مكانه، نظر مطولا إلى الذي قال إن فقيهه استخرج كنزا من تحت مياه البحر، ثم مضى. أكمل المتحدث قصة الكنز المغمور بالماء على الشاطئ. قال إن ذلك الفقيه أزاح بيديه العاريتين ثعبانا أسود كان يلتف حول الصندوق الخشبي الموشى بالنحاس الخالص، وإن تلك الأفعى السوداء
لم تكن سوى تمظهر لجني ولي أمر حراسة الكنز. كانت مخيفة تلك الحكاية. ساد الصمت، لم يعد أحد يجرؤ على التشويش، لعلهم ينتظرون أن يبوح صاحبهم بما اكتشف في ذلك الصندوق، ولعله رصد ترقبهم ذاك فأراد أن يمطط القصة تمطيطا. تحدث عن بخور تم استعماله في ظلمة حالكة، وعن تعاويذ قرئت وطلسمات وجداول حرقت، ثم قال: كان في الصندوق حلي من ذهب، دمالج وأقراط ترصعها أحجار كريمة، وكان بالصندوق قطع نقدية من ذهب. تحدث الرجل بحماس عن اللويز اللماع، ثم بدأ الجمع ينفرط من حوله، لم يبق سوى الحسن وضيفه. فيما رواه الرجل ما يغري. في صمته تساءل عبد العزيز عما إذا كان في أرض أجداده كنز دفين لم يقع عليه أحد بعد. حكايات استخراج الكنوز التي كان يسمع بها منذ كان صبيا للجن فيها حضور أساسي، وللذين يسمونهم الفقهاء. لا سبيل إذن إلى المحاولة دون إشراك من يستطيعون منازلة الجن. كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة ليلا لما ودع الحسن وعبد العزيز ذاك الذي تمكن أن يشد إليه الأنظار. بعد خطوات استوقف عبد العزيز صديقه بأن سأله عما إذا كان الرجل يستطيع أن يرتب له لقاء مع ذلك الفقيه. لم يتمالك الحسن نفسه وفجر ضحكة قوية، ما أن هدأ حتى أكد له أنه جاد فيما يريده. وهل صدقت ما قاله؟ لما لا أصدقه؟ لم يكن أول من حكى عن استخراج الكنوز. هل تشك في وجود كنوز دفينة في كل جهات المغرب؟ هل تشك؟ لا أشك، قالها وهو يغالب ابتسامة خشي أن يساء فهمها. مشيا عدة خطوات صامتين، يظن عبد العزيز أن صديقه لا يأخذ الموضوع مأخذ الجد. في البيت بلا تمهيد ولا تقديم استحضر بقوة الوضعية الهشة التي يقبل عليها كما آلاف ممن فقدوا العمل في مهجرهم الإسباني، ثم قال: إنه سمع أكثر من مرة عن كنوز مدفونة في أطراف قريته أغوراي، وعن تجارة في الظل رائجة بضاعتها ما يعرف بالتقييدات، تلك الوثائق المطلسمة التي تدل بأسلوب ملغز لا يفهمه إلا العارفون بأحوال الجن على مكان وجود كنز من تلك الكنوز التي تم دفنها في عصور غابرة. صمت بينما دخلت شقيقة الحسن تحمل العشاء. ظن الحسن أن صديقه سيمسك، فما سمعه في المقهى كاف، ولكن ظنه خاب، فقد أبدى عبد العزيز إصرارا على المضي في ذاك الاتجاه، بل إنه عرض عليه أن يكون شريكه في تلك العملية وأن يحصل على نصيب مما قد يقعون عليه من كنز. بالنسبة للحسن لم يكن الأمر يحتاج إلى تفكير، اعتذر لصديقه وقال له إن ما يعرضه سيلهيه عن تجارته التي تدر عليه دخلا يقيه شر الاستدانة. تحاشى ما قد يؤوله صديقه إعلانا بنهاية صداقة أقاماها على تضامن، فوعده بأن يمضي به إلى ذلك الذي حكى عن كنز الشاطئ، وأن يلح عليه في ترتيب لقاء مع الفقيه إياه. سر عبد العزيز بما سمع. ليلتها حلم بصناديق ملئت ذهبا وأحجارا كريمة وحياة طرف وبذخ. كان يود لو لا يوقظه أحد من نومته تلك، ولكن ضوء الصباح الذي تسلل من النافذة الوحيدة في تلك الغرفة كان له القول الحسم. نهض متثاقلا على مائدة الفطور، عاد يلح على الحسن، قال له إنه رأى في منامه أنه عثر على كنز قرب منزل عائلته في أغوراي، أمعن في وصف لقياه. انتبه الحسن
إلى أن صاحبه يكذب ويشطط في الخيال حين قال إن جنية كانت تحرس الكنز وإنها ما أن رأته حتى فتنت به وتركت وديعتها. كان الذي حكى لهم بالأمس عن الفقيه في ورشة النجارة التي يعمل بها لم تكن تبعد كثيرا عن منزل الحسن، ما أن رآهما حتى أقبل عليهما، فوق أذنه قلم حبر جاف، صافحهما بحرارة. قال له الحسن إن صديقه يريد اللقاء بذلك الفقيه الذي برع في استخراج الكنوز الدفينة، ولأنه كان في مكان العمل فقد اتفق مع عبد العزيز على اللقاء مغرب ذلك اليوم في المقهى. ظل يجول في شوارع الجديدة، لما اقترب المغرب رن هاتفه، دعاه ذاك الذي يعمل في ورشة النجارة واسمه الميلودي إلى اللقاء في مكان غير المقهى، أكد له أن الفقيه إياه سيكون في انتظارهما في باب مسجد في الحي البرتغالي. بعد صلاة المغرب وقف عبد العزيز والميلودي في مكان يتيح لهما رؤية الخارجين من المسجد. لا يدري عبد العزيز من أين خرج رجل قصير القامة نحيل. قال له الميلودي هذا هو الفقيه الذي حدثتك عنه. صافحه، عيناه تلمعان لمعانا غريبا، كذلك خيل لعبد العزيز، في وجهه لحية لم يخالطها شيب. ثم تحرك الثلاثة، اكتشف عبد العزيز أن بالفقيه عرج خفيف. مضى بهما إلى منزل على بعد زنقتين من المسجد، كان منزلا متواضعا. في الغرفة التي جلسوا فيها صورة يغلب عليها اللون الأصفر لرجل ذي لحية كثة يرتدي عباءة طويلة، عند قدميه أسد باسط ذراعيه. بدا الفقيه مستعجلا الحديث في الموضوع الذي من أجله التقوا. قال عبد العزيز للفقيه إنه سمع عنه ما شجعه على اللقاء به، إذ يظن أن في أطراف قريته أكوراي كنوزا قديمة دفينة. ما دليلك على ذلك؟ فاجأه سؤال الفقيه. سمعت أناسا كثيرين في القرية منذ كنت صبيا وهم يتحدثون عن أناس استوطنوا المكان في عهود غابرة وارتحلوا فجأة، وأنهم خلفوا وراءهم كنوزا دفنوها. صمت ثم أكمل، لعلهم كانوا ينوون العودة ولكنهم لم يعودوا. كان الفقيه مطرقا، دفع طاقيته البيضاء فنزلت على جبهته، ثم مضى بأصابع يسراه إلى مؤخرة رأسه، هرشها هرشا خفيفا، ثم أعاد الطاقية إلى وضعها الأول. تعلم يا سي عبد العزيز أن ما تطلبه يستوجب الاتفاق مقدما على بعض الأمور. نعم أعرف. علينا أولا أن نحاول العثور على تقييدة تتعلق بتلك المنطقة التي ذكرني بها. أكوراي. نعم علينا أن نحاول العثور على تقييدة تخص أكوراي، وإلا فسيكون علي أن أتنقل معك إلى هناك، وهذا يعني أن المسألة تتطلب نفقات ومصاريف، فهل أنت مستعد؟ لو لم أكن مستعدا لما طلبت مقابلتك. كان الميلودي يصغي إلى حوارهما في صمت. اتفق على لقاء جديد بعد 3 أيام لإتمام الاتفاق. الحلقة 2 والأخيرة. لم يتدخل الميلودي في الحوار الذي دار بين عبد العزيز والفقيه، سيظل رجلا لا اسم محدد له، حتى إنه لما سأله عبد العزيز عن اسمه قال له بإمكانك أن تناديني الفقيه، لم يلح عليه. كان الرجل القادم من أكوراي يتوقع أن يكون الميلودي طرفا في الحديث الذي جرى في منزل الفقيه بالحي البرتغالي في الجديدة، ولكن لا شيء من ذلك حدث. ظن أن الرجل يعرف حدود تدخله وأن مهمته تنتهي ربما بترتيب اللقاء، سيتأكد له ذلك عندما ودعا الفقيه وقد اتفقوا على لقاء جديد بعد 3 أيام. لما ابتعد عن الحي لحق بسمعهما صوت المؤذن ينادي لصلاة العشاء.
يعلم عبد العزيز أن صديقه لحسن سيكون في انتظاره في المقهى، حسب أن الميلودي سيرافقه، ولكنه اعتذر وقال إن لديه التزامات أسرية. هم عبد العزيز بمصافحته مودعا، ولكن الرجل فاجأه بأن طلب منه أن يدفع له مقابلا لتوسطه في لقائه بالفقيه. صمت قليلا وظل ينظر إليها، كاد يقول له إنه لم يتفق معه على ذلك، ولكنه تراجع إذ فكر فيما هو آت. أدخل يده في جيب سرواله وأخرج ورقة من فئة 50 درهما، دسها في يده، ابتسم له ومضى. كان الحسن جالسا إلى طاولة مع مجموعة من أصدقائه، وجوه رآها بالأمس. أخذ مكانه حول الطاولة، ولما جاء النادل طلب براد شاي بالنعناع، يعلم أن المقهى سيغلق بعد ساعة على أبعد تقدير، وأنه سيفاتح الحسن في موضوع اللقاء مع الفقيه وهما في الطريق إلى المنزل. ذاك المساء من شهر يوليوز من العام 10 و2000 دار الحديث حول اكتشاف سمكة غريبة أمعن المتحلقون حول الطاولة في وصفها، وزاغ بهم حديثهم وانغمسوا في حكايات غريبة رواها صيادون. لاحظ عبد العزيز أن تلك المجموعة التي تلتقي كل مساء تحب الخوض في الأشياء الغريبة والمدهشة. في النهاية، أليست تلك طريقة للتخلص من ضغط يوم كامل من العمل والسعي؟ في الطريق إلى المنزل سأل الحسن صديقه عن لقائه بالفقيه صياد الكنوز، حكى له ما دار بينهما بالتفصيل. أخبره أيضا بأن الميلودي طلب منه ثمنا للوساطة التي قام بها. لم يعقب الحسن على ذلك، ولا عقب لما أخبره بأنهما سيلتقيان من جديد بعد 3 أيام. في انتظار ذلك الموعد ظل عبد العزيز يقلب السيناريوهات في مخيلته. أحيانا كان يمضي به الخيال بعيدا، فيتصور حاله بعد أن يكتشف الكنز الذي يحلم به، بل يؤمن بأنه ينتظره في مكان ما من أكوراي. وكلما خلى إلى نفسه كان يغرق في التخطيط لما بعد الحصول على الكنز، ثم يتذكر أن الموضوع مرهون بما سيقوله الفقيه. يتمنى صادقا لو يأتيه بواحدة من تلك التقييدات التي ترشد إلى مكان الكنز فيمضيان إليه مباشرة. وجد عبد العزيز في تلك الأيام 3 فسحة كافية ليستعرض أحلامه كاملة. ثم حل اليوم المعلوم. رن هاتفه، هو الفقيه يدعوه إلى اللقاء به في البيت. لم يكن بحاجة إلى الميلودي، يعرف الطريق إلى بيت الفقيه. كان الموعد كما الموعد السابق بعيد المغرب. لما فتح باب ذلك المنزل فوجئ عبد العزيز بالميلودي، لم ينتظر حتى يدخل. قال له: أظننت أنك تخلصت مني؟ ألقى بسؤاله ذاك، وقد امتزجت نبرة كلامه بضحكة لم يدري لها عبد العزيز تفسيرا ولا تأويلا. تقدم إلى الغرفة التي جلس فيها إلى الفقيه قبل 3 أيام. بدا له الرجل منشرحا، وكان لذلك وقع في نفسه. على طاولة مستديرة قصيرة الأرجل وضعت صينية من الألومنيوم بها براد. وضع الفقيه بجانبه حقيبة جلدية يشي مظهرها بأنها ترافقه منذ سنين طويلة. صب الشاي في كأس كانت 2/3 في تلك الصينية، يعني ذلك أن باب الحديث قد فتح. قال الفقيه وقد استوى في الزاوية: أبشر يا سي عبد العزيز، أنت رجل محظوظ. أحس بحرارة أذنيه ترتفع، تصور الإحمرار الذي علاهما، وأحس بشفتيه تريدان ابتساما. أكمل الفقيه وقد ألقى بنظرات صوب الميلودي الذي كان كما في المرة السابقة يتظاهر بأنه غير معني بما يدور من حديث. أنت رجل محظوظ ومسعود، لقد وجدت عند أحدهم تقييدة تتحدث عن كنز في منطقة قريبة من أكوراي. امتدت يده إلى كأسه ومضت بها إلى فمه، لما رشف أحدث صوتا. عيناه لا تبرحان عيني عبد العزيز، ثم واصل الكلام:
الذي وجدت عنده تلك التقييد رجل ليس به طمع، وجدها في أوراق خلفها والده، كان رجلا طيبا عرفته. كم يطلب لقاءها يا سيدي الفقيه؟ 3000 درهم. 3000؟ وهل أنت واثق من أنها تقييدة صالحة؟ لا أشك في ذلك. حرص الفقيه على أن يعدل قليلا من حماسه حين استدرك، لكني لا أضمن لك كنزا. إذا كان لك نصيب فسيأتيك بإذن الله. قال كلماته ومرر كف يمناه على لحيته شديدة السواد. هل الرجل مستعد لخفض الثمن قليلا؟ ضحك الفقيه. ألم أقل لك إنك رجل محظوظ؟ لقد ناقشته الثمن وقبل أن يبيعها 2500. خرج الميلودي من صمته. والله العظيم هو ثمن معقول جدا، التقييدات تباع بأضعاف ذلك. لما ابتسم في وجه عبد العزيز ظهرت أسنانه القالحة. أنا موافق، قال عبد العزيز، سأدفع 2500، لكن هل لي أن أرى هذه التقييدة؟ سأريها لك حتى وأنا أعلم علم اليقين أنك لن تفقه شيئا مما هو فيها. مضى بيده إلى الحقيبة الجلدية القديمة، بدا وكأنه يبحث بين أوراق رتبها في جوف الحقيبة، ثم أخرج يده وهي تمسك بظرف أصفر. فتح الظرف وأخرج منه ورقة صغيرة خطت عليها خطوط وكتبت حروف حيث تلتقي الخطوط، وفي الأسفل قياسات بالذراع وجهات منها جهة القبلة. أدرك عبد العزيز أن الفقيه كان صادقا حين قال له إنه لن يفقه شيئا مما في تلك الورقة. أعادها إليه، وعده بأن يأتيه في الغد بالمبلغ المتفق عليه. إذ ذاك أبلغه الفقيه بأنه يشترط ليرافقه إلى أكوراي أن يدفع له على سبيل التسبيق 10000 درهم، فإذا ما كللت العملية بالنجاح سيكون عليه أن يدفع له 10000 درهم أخرى، وما يعادل 30% من الكنز. كان الميلودي يتابع من مكانه دون أن ينطق كلمة واحدة. ولما انتهى الفقيه من وضع شروطه سأله عبد العزيز: وهذا؟ وأشار إلى الميلودي. حرك الفقيه طاقيته البيضاء وكأنه أراد أن يضعها ثم تركها حيث هي. الميلودي رجل قنوع، سيقبل 5% من الكنز، و2000 درهم تعطيها له لما تتم العملية. وافق عبد العزيز دون نقاش، هي مغامرة سيركبها. تحدد موعد السفر بعد 2 يوم. في الغد أحضر المبالغ المتفق على دفعها مقدما، وفي اليوم الذي بعده في صبح يوم بشر بحر شديد استأجر سيارة وحمل معه الفقيه. قبل أن يغادر الجديدة نصحه الفقيه بشراء فأس ومسحاة. وصل إلى أطراف أكوراي بينما كانت الشمس تأذن بالمغيب. أبدى الفقيه سعادة، ثم بدأ يتحدث عن المكان وكأنه يعرفه. قال له إن الكنز يوجد غير بعيد عن ضريح أو قبر معزول على أطراف القرية. لا يذكر عبد العزيز وجودا لضريح أو لقبر معزول. قال له إن في القرية مقبرة وحيدة. وافقه الرأي وقال له لنذهب إلى هناك. وهما يسلكان طريقا متربة صادف بعضا من أهالي القرية. لم يكلمهم عبد العزيز، وظن أن لا أحد منهم يستطيع أن يعرف أنه الذي في تلك السيارة المكترة. ثم جن الظلام. كان قد ترجل منذ 10 دقائق. ترك عبد العزيز للفقيه زمام المبادرة. توقف عند شجرة هرمة فقدت الكثير من أغصانها. أخرج من جيبه ورقة ظن عبد العزيز أنها التقييدة التي دفع ثمنا لها 2500 درهم. هنا، اذهب إلى السيارة وأحضر الفأس والمسحات. مضى مهرولا. كان وهو عائد يحمل تلك الأدوات لا يكف عن الالتفات. وجد الفقيه يحاول إشعال النار في كانون جعله من 3 أحجار. احفر حيث قلت لك. شرع عبد العزيز في الحفر. مرت نحو ساعة.
كانت كومة التراب التي يرفعها بالمسحات قد ارتفعت بعلو قبر حديث. فجأة أصابت الفأس شيئا، نهض الفقيه من مكانه وجاء يتلو كلاما غير مفهوم. وجه ضوء مصباحه اليدوي إلى عمق الحفرة. هي قطعة لحد، لقد وقعنا على قبر. أخذ التقييدة من جديد ووجه إليها ضوء المصباح اليدوي. علينا أن نحدد جهة القبلة. أولا تعرف جهتها؟ سأل عبد العزيز مستغربا. كان منهمكين في البحث عن نقطة جديدة للحفر. كان الفقيه قد ألقى ببخور في الكانون، من حولهما ظلام دامس، وفجأة داهم السكون وقع خطى، ثم ظهرت شخوص جاء منها صوت جهوري لعل عبد العزيز يعرفه. قال الصوت: ألا تخافون الله؟ تنبشون قبور المسلمين أيها المجرمون؟ لم يكن لديهما متسع من الوقت لتبين صاحب الصوت. طوقهم جمع من سكان القرية، عدد منهم كانوا يحملون هراوات، ولما أمسك بعبد العزيز تعرف عليه أحدهم، صاح: هذا عبد العزيز ولد الزراق. ساقوهما إلى الطريق، كان شيخ القرية حاضرا. أمضي الليل في داره مكبلين، وفي الصباح سلم للدرك. سيعلم عبد العزيز بينما كان ينتظر تقديمه للنيابة العامة أن ذاك الذي يسمي نفسه الفقيه نصاب مبحوث عنه منذ عامين، إذ استولى بالحيلة على أموال رجل في الدار البيضاء بعد أن أوهمه بأنه عثر على تقييدة تدل على مكان كنز. الرجل أنفق 500,000 درهم ولم يحصل على شيء. أحس عبد العزيز أن انسياقه وراء الوهم كان بفعل رغبة دفينة لديه في الهروب من واقعه كعاطل عن العمل.